بالأيام اللي فاتت انتشرت مقالات كتيرة جدا عن فرقة بيبي منستر كلها بالعنوان ده. تم اختيار بيبي منستر كأقل فرقة فتيات موهبة في استطلاع رأي مجلة يابانية، والنتائج على التصويت ده دهشت معجبين الكيبوب جدا. وخليني اشرح لكم الموضوع من البداية. اجريت مجلة فلاش اليابانية استطلاع رأي عن السؤال التالي: اي من فرق الفتيات الكورية الاقل موهبة؟ وشارك في استطلاع الرأي ده 500 بنت، ومنهم 166 بنت قالوا ان فرقة بيبي منستر هي الاقل موهبة بين فرق فتيات البوب الكوري. وبكده فرقة بيبي منستر اخدت اكبر عدد من اصوات المشاركين، والبنات اللي صوتوا لفرقة بيبي منستر وضحوا اسبابهم وقالوا ان جميع العضوات شبه بعض وما فيش اي تنوع بينهم، وان ما عندهمش اي جاذبية مقارنة بالمجموعات الاخرى، وان اداهم مهما كان قوي فهو مش بيحرك مشاعر الجمهور. اما في المرتبة التانية جت فرقة اسبا بحوالي 80 صوت كتاني اقل فرقة فتيات موهبة. وفي المرتبة رقم 3 جت فرقة ليسترافيم بحوالي 60 صوت كتالت اقل فرقة فتيات موهبة، وده راجع لاستخدامهم الليبسن في اغلب عروضهم. وخليني بقى اقول لكم ان النتائج دي ما عجبتش جمهور الكيبوب العالمي، لان كلا من بيبي منستر واسبا وحتى ليسترافيم ما عندهم شعبية كبيرة جدا داخل وخارج كوريا. عشان كده الجمهور علق على استطلاع الرأي ده وقالوا انه ملوش اي قيمة لانه مبني على تفضيلات الجماهير اليابانية فقط. ودلوقتي اقرا لكم بعض من تعليقات الجماهير الكورية على استطلاع الرأي ده. مجرد قراءة العنوان جعلتني اضحك جدا. هل تمزح معي؟ ماذا تقول؟ بيبي منستر بدون موهبة؟ لا يبدو انهم يعرفون من هم بيبي منستر. كما هو متوقع يبدو ان اليابانيين لا يمتلكون ضمير، انهم ينتقدون بيبي منستر. هل هم مجانين؟ هم لا يعرفون ما هي الموهبة. حتى بالنسبة الى معجب لا يحب بيبي منستر فهم موهوبات. شهرة بيبي منستر راجعة لموهبتهم. هل الشعب الياباني لا يمتلك اي اذان؟ لماذا في المرتبة التانية؟ عندما رأيت العنوان ظهرت علامات الاستفهام في عقلي. وانت كمان شاركني في التعليقات هو رأيك في استطلاع الرأي ده.